بطبيعه الحال المقابله كانت صعيبه. اول حاجه بدا كنهني فريق حسنيه خرج يلعب معنا الكره، دار محاولات الحمد لله، بقينا مركزين، كان اللعب مفتوح. فريق الرجاء البيضاوي ما خلاش اللي عنده، بحكم اننا لعبنا مقابله في المستوى ضد طنجه نهار الحد، المستوى كان عالي شويه، كان كيأثر واحد شويه، ولكن بطبيعه الحال حنايا اللياقه البدنيه ديال الدراري في اعلى مستوى. الدراري حاولوا يعني باش يحيدوا كاع الجوانب النفسيه ونلعبوا حنايا ونعطيو يعني نعطيو القميص ما يستحق، وسيرتو في المقابلات القادمه حيت ما بقى والو، والا دابا كيصعب عليك الوقت انك حطيت راسك في واحد المرحله باش كتجهز بزاف، حيت الفريق كيعطيوك الف حساب، ونتمنى من الله الخير وشكرا. فهذا الجمهور هذا يعني كلمه قليله في حقه، لانه يستاهل اكثر. الحمد لله تيجي ساندنا، تيعطينا الاضافه، واحد الرغبه واحد الحماس باش على الاقل نهداو ليه نتيجه الفوز، لان تنشوفوا الجمهور ملي تيكون في الملعب تتكون فرجه، تتكون اثاره، تتكون نديه في داخل رقعه الملعب. تنتمنى ان شاء الله هذه الرساله توصل لجميع الجماهير الفرق، جميع الجماهير المغربيه اللي عندها الفرق ديالها، تنتمنى باش تساندها باش من هنا لقدام نشوفوا فرجه ونشوفوا كره حديثه ونشوفوا ولما لا نشوفوا البطوله ديالنا تزيد لقدام. فالحمد لله.